اهلا بكم مشاهدي الكرام الى بلا تاشيره، قضيه جديده حقوقيه وانسانيه نطلع عليها في هذا البرنامج الذي نسمع فيه اصوات المعتقلين والممنوعين من السفر والمعذبين في هذا العالم. نتوجه الى قضيه اساسيه في فلسطين، الاسرى الفلسطينيين ومعاناتهم واستمرار اعتقالاتهم. اليوم نتحدث عن الاسير مالك قزمار. يقول والد نزار ان القضاء الاسرائيلي يحاكم ابني على ذات التهم التي وجهها له القضاء الفلسطيني، فلا فرق بين الاثنين، هذا قضاء إسرائيلي وذاك قضاء عربي فلسطيني. للأسف والد الأسير قال أن خلال الأيام القادمة سيخضع لجلسة في المحكمة الإسرائيلية للتحقيق معه، وبعدها مباشرة جلسة في المحاكم الفلسطينية بنفس التهم ونفس لوائح الاتهام. اليوم نتحدث عن الأسير مالك قزمار، ويسعدني يكون معنا الأستاذ نزار يوسف قزمار والد الأسير. أبو مالك مرحبا بك، يعني لو تحكي لنا عن آخر التحقيقات التي تجري مع ابنك الأسير مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي لك أخ محمد. أهلا وسهلا فيك. والدي مالك هو اعتقل في 26/12/2012، اعتقل من البيت، كان طالب ثانوية عامة، اعتقلوه الجهاز الأمن الوقائي. مجرد ما اجى اعتقلوه وانا خرجت سألته ايش المطلوب، قالوا بدنا مالك. اجى مالك، كانوا عاوزين 5 دقائق، هات مالك اللابتوب، جاب لهم اللابتوب. شو القصة يا جماعة؟ كانوا بحكنا على المقرب نشرح لك شو القصة. رحنا وكأن اللي يكون يعني يكون مرتب ومجهز. كل ابنك يعني عضو في خلية عسكرية وصناعة متفجرات. قلت لهم يعني هذا الشيء بعيد ومش يدخل العقل، لا يعقل لأنه ابن 17 سنة بإمكانه إنه يشكل خلية عسكرية، تشكيل خلية عسكرية بدها خبرة وبدها دورات وبدها إنسان يكون عندهم خبرة طويلة في أمور العسكر. اثنين تفشيل المفجرات بكون كمان مهندسين وكمان مدربين ومجهزين، هذه يعني تهم مفبركه من اول لحظه كانوا الكلام. طيب شو الحل هسه؟ شو بدكم يعني؟ كان عمليه يومين ثلاثه، انا ابنك بروح بس نوعيه ونفهمه وما بعرف من اللغات هاي. طيب بعد ما اخذوا انت اعتقلوه ب 26/12/2012 وقالوا لك نعم. انه عمليه تحقيق، بعدين كيف يعني وصل مالك لاسرائيل؟ لا، اول شيء اسرائيل قاعد عند السلطه 64 يوم وتمديد وتحقيق ومحاكم، بعدين روح بكفاله. بعد الكفاله صار ينزل محاكم عند السلطه. خلص الثانويه العامه دافر الجامعه، جامعه البوليتكنيك. بعد ما خلص الكورس الاول اعتقلوا الاسرائيليين. نفس العملية تحقيق من جديد، بلشوا لما نزلوا لائحة الاتهام كانت فيها نفس لائحة الاتهام، نفس التهم، هي تشكيل خلية عسكرية معادلة لدولة إسرائيل بس وتصنيع متفجرات، نفس التهم. متى أبو مالك، متى وكيف اعتقلته إسرائيل؟ لأنك قلت أول شيء اعتقلوا الفلسطينيين، بعدين كيف تم اعتقاله من قبل الإسرائيليين؟ وخلص الكورس الأول في 2013 12/1، كان راجع من الجامعه للبيت. حصل ياخر من جامعه البوتك في الخليل بس على حاجز الكونتينر بسموها الجوائز العبيديه. اعتقلوا الاسرائيليين في 12/1. طيب انت قلت كنت متكلم او قلت انه كان يلقب او يوصف بانه هارب من العداله، يعني كان جهاز الامن الفلسطيني يطارده. اسمح لي اول لما روح من عند سيدنا السلطه بكفالي، كانت تجري له محاكمات في خلال فتره، وكان برا خارج بكفالي. بس لما اعتقلوه الاسرائيليين 12/1 اجى موعد المحكمه، ما قدر يحضر المحكمه لانه هو موجود عند الاسرائيليين، ما بيقدر يحضر المحكمه وهو معتقل عند الاحتلال. فهم يعتبروا انه فار من العداله، وكانه مش شيء اسمه دوله اسرائيل، وكانه يعني بشرى ساره ما بيعترفوا بدوله اسرائيل. فاحنا المحامي ابرز لهم مركز الصليب الاحمر ولائحه الاتهام، وخلت تحدي لائحه نفس لائحه انه يحاكم عند الاسرائيليين على نفس التهم، وهو معتقل مركز الصليب الاحمر عنده. ف
طيب. كانت في 14/4 هم في 15/4 ثاني يوم في جريدة الحياة نزلوا بيان من مجلس القضاء الأعلى أنه هذا صار من العدالة ولازم القضاء يرضوا عليه ويسلمون القضاء. هو أصلا معتقل عند الإسرائيليين. طيب أنتوا كعائلته يعني أنتوا ما زال معتقل. ما زال معتقل وكان يعني فهمت منك القضاء الفلسطيني بيطالب فيه أنه يحضر بينما هو معتقل عند الإسرائيليين. طب أنتوا لم تتوجهوا للقضاء الفلسطيني، تكلمتوا مع السلطة الفلسطينية، شو عملتوا يعني حتى تخبروهم عن الذي جرى؟ ما في أستاذي، هو أصلا الموظف اللي جاب البلاغ كمان للبيت، البلاغ إنه لازم يسلم حاله، والبلاغ يقول إنه هو مطارد لازم يسلم نفسه، نفس الموظف بيعرف شو بيعرفينه، بيعرف إنه ابنه معتقل، هو بيعرف إنه معتقل. هي والمحامي أبرز له مراقبة وثبوتيات إنه هاي لائحة الاتهام باللغة العبرية نفس لائحة تكون الاتهام اللي باللغة العربية يحاكم عليها، وهاي ورقة الصليب الأحمر لازم موجود. طب إذا ليش هم أنا بتقدير أستاذ ليش بطنشوا تقديرك يعني أنا بقول لك هي الأمر أبعد من هيك. شو هو الأمر؟ أنا ما بدي أذكره. الأمر إنه أي إنسان بنشأ في هالبلد هاي بيشوف أي إنسان عنده روح بيشوف الأرض صدرت الجدار بتلع باقي أرضي، أي إنسان عنده خلق عنده دين عنده ضمير بشعر إنه عنده روح، بشعر فيه عنده روح مقاومة أو روح جهادية أو روح يعني معادية لهذا الاحتلال لازم يقتلوها فيه، يقتلوا الروح هاي فيه. هاي بلد شكرة، هي محاضرة مشان يأدبوا أهله ويأدبوا المنطقة اللي فيه ويعيشوا معاناة. انت تصور يعني انت التهم اللي نسبت له لابن 17 لا يعقل، تهم ابن 17 قدر يشكل خلايا عسكرية وضبطنا خلية عسكرية وهذا في الجرائم ضبطنا خلية عسكرية وصنع مفجرات. انا ما يقول لي كل خبراء العسكر في العالم كل المختصين في هذا المجال هل يعقل ابن 17 بيقدر يشكل خلية عسكرية؟ بدنا نكون ضبطنا خلية عسكرية، شو ضبطته معها؟ انا بدي اشوف شو تبعتنا خلية عسكرية. رح اسالك يعني عن المعاناة وغيره، لكن يعني ليش السلطة الفلسطينية تتجاهل انه معتقل عند اسرائيل؟ يعني ليش بتضلها تبعث لكم رسيل وهي عارفة يعني انه الشاب معتقل؟ يعني شو تفسيرك؟ يا اخي هذا نوع من الحرب النفسية انا بتصور، ودمار مستقبل نفس الشخص. هم في عمليتهم هذه هم السبب الاساسي، هم دمروا مستقبله. هسه بده يكون اسمه معمم عسكري حتى لو خرج من السجن، بده يكون له ملف امني سيء على المعابر وعلى السفاره. يعني اي انسان جزء بعد بتصور انا اتوقع يعني جزء من الحرب عليه وعلى اهله وعلى كل من بده يمشي في طريقه. طيب كلمنا استاذ نزار عن الملف القانوني، يعني إجراءات القانونية اتخذتوها أنتوا كعائلة، إيش هي؟ شو المحامي عندك؟ أنا في محامي، المحامي ما بيقدر محامي يعمل أزمة إنه يبي يثبت لهم إنه موجود عند الإسرائيلي، ما بيقدر يعمل أزمة هيك. شو بقدر أعمل أنا؟ يعني هذه صفة قانونية، شو بقدر أعمل أنا؟ مش إسرائيل؟ أنا شخص إسرائيل فيها محاكم، يعني أنت المحامي بيقدر يروح على إسرائيل ويرفع قضية أو يتابع الموضوع قضائياً، صح ولا لا؟ ما في محامي، هسه في محامي بتابع ملفه عند الإسرائيليين موجود. وأبرز لهم هاي حتى مع أبرز لهم الثبوتيات هاي، كان لهم هاي القضاء الفلسطيني بيقاضي فيه على تهم أنتم بتحاسبوا فيه عليها، وفيش قانون في العالم بيقدر يحاسب الإنسان على خطأ مرتين إذا كان هو ارتكب خطأ. المحامي الإسرائيلي قال أنا لا أقتنع بالتهم، التهم بالنسبة له ما هي بحجمه، أكبر من حجمه بكثير، وهذه التهم مش لإنسان زي هذا بتكون تنسب. طيب ان شاء الله ربنا يفك اسره يا ابو مالك وقريب يعني يطلع، انه الاسره الان ملف حي والكل بيشتغل عليه. معاناه انتم معاناتكم كاسره كاهل في ظل يعني اعتقال مالك. نعم هي ماساه حقيقه، انه ماساه على اهل البيت. انت تصور ابنك من البكر اللي بيستنى انه يكبر يخلص مدرسه يدرس جامعه في خلال التوجيه يعتقل. معاناة ما بدي أشرح لك يعني عن طبيعة الاعتقال وطبيعة التحقيق وطبيعة التعذيب وإجراءات المحاكم والإعلان معاناها إحنا، وأيضا ما لحقنا ننتهي نخلص منه حاكمهم. بلش الإسرائيليين هاي بقى 6-5 مرات تطلع من يعني تطلع من الصبح بدري تروح على المحاكم تنتظر تيجي دورها تتحاكم يجيك مكلفش بعدين بيجري زملاء بكره في الجامعه هو موجود في السجن. معاناه بحد ذاتها يعني معاناه هي عذاب، هي معاناه بتصور لاهل الاسير ازيد من الاسير نفسه.
الله يعينكم والله ويفرج عنه، وان شاء الله يكون مستقبله لا زاهر، مش يعني يا مش سيدي هينجح ولا احنا بيننا الاسرائيليين. احنا يعني المأساة انه احنا وصل الوضع على احنا لهالمستوى. يعني مش انا ما بدي احكي عن المسألة الشخصية بتخصني انا، ولكن هذه هي مأساة صحيح انه وصل وضعنا احنا كفلسطينيين انه احنا نسهر على امن الاحتلال ونهتم بامن الاحتلال. اجهزة امنية بدل ما تكون امنية تسهر على امن الوطن والمواطن، بالعكس تسهر على امن المستوطن والاحتلال. طب الأجهزة الأمنية اللي بتسهر اللي بتدعي إنها أعطتلك إبني حفاظا على سلامة الأمن المواطن والمواطن، كل احترام لها، بس هاي الأجهزة الأمنية وين كانت لما المستوطنين استوقفوا باص فيه طالبات أطفال في حوارة وكسروا وضربوا بحجارة وكسروا الكزاز وضربوا البنات وجرحوهن؟ بدش ما شفتش لها موقف، ما شفت لها موقف، طب ولا أبو شفت لها بيان ولا شفت لها اعتراض. للأسف أبو مالك هذه أول مرة. بتمنى هذه الأجهزة الأمنية من أيام تعتقل مستوطن بس. هاي أول مرة يا سيدي، أول مرة يتم اعتقال مالك يعني، ولا قبل هيك كان عنده ملف لا يعني؟ ولا مرة اعتقل في حياته، اعتقل أول مرة عند الوقاية زي ما حكيت لك 26/12/2012، والمرة الثانية في 12/1/2013 عند الإسرائيليين. طب لما من يوم ما اعتقل عند الإسرائيليين، حد زاره أنت أو أمه أو حد؟ لا انا قدمت تصريح، ما طلع لي. انا بحضر محاكمه، كل محاكمه بحضرها في محكمه سالم، بحضرها بنفسي. زياره طلع لامه تصريح، زياره يوم الثلاثاء القادم ب7/5 بتزور اول زياره. شو من خلال اتصالاتكم كيف اوضاعه يعني جوا السجن؟ شو يا اخي، ما في اتصالات ما بتعرف عنه شيء؟ الاتصال الوحيد اللي هو المحامي بطمنا عنه، معنوياته عاليه وصامد كويس. الشباب اللي بيخرجوا من السجن بيتصلوا فينا ببلغونا سلاماتهم، واضح. ما فيش اتصال لان السجون ما في اتصال اصلا. طب نادي الاسير الفلسطيني، السلطه الفلسطينيه، الجانب الفلسطيني، حاولت تتوجه له لانه نادي الاسير من فتره هو ناشط في موضوع الاسرى يعني، حاولت تحكي معاه؟ اجاك رد منهم؟ ليش يعمل نادي الاسير؟ شو بده يجي؟ الاسير بيعرف انه معتقل من ضمن الاف المعتقلين. شو بده يعمل لي؟ الاحتلال جاثم على صدورنا احنا والسلطه والاجهزه الامنيه، ومن السلطه من راس الاهرام اللي اقول لها احتلال جاثم على ارضنا ومسيطره كل وضع. شو بده يعمل نادي الاسير او غير الاسير او السلطه تعمل؟ المهم انه احنا ما نكون سبب في ايذاء انفسنا. كيف احنا سبب في ايذاء انفسنا؟ لما يعني سبب اعتقال، انا بحمل مسؤوليه اعتقال ابني عند الاسرائيليين للامن الوقائي. بس انت قلت انه يعني الاسرائيليين اجوا اخذوه في الخليل مباشره، مش سلمت السلطه، في ناس بتسلمهم السلطه وفي ناس اسرائيل هي في ايدها اجت اخذته يعني. شو دخل هذه ملفات يا اخي؟ انا بدي اقول لك، انسان بروح بيعتقل بلاكي تهم مجازي بناء كيف في بطل. انا ما بدي اتهم، ولكن واقع نفس التهم نفس التفاصيل نفس ايوه. انت بظن هاي المعاناة، ملف القضية، هاي المعاناة، ملف القضية يكون يعني تسرب من بسموه التنسيق الامني الاسرائيلي الفلسطيني. لا استاذي استاذي، انا كمان مرة انا يعني محروق على وضعنا الفلسطيني حقيقة، وما بدي اشهر في حدا، ولكن انا بقول كلام سمعته بقاعة المحكمة الاسرائيلية لما المحامي قال له لا يجوز الانسان يحاسب على قضيه مرتين، هو يحاسب عند السلطه، وهي السلطه بتطارد فيه بتعتبره انه صار من العداله. النيابي قال له احنا بنوعدك ننسق مع السلطه وننهي موضوع عند السلطه، او انت او القضيه تتبعها عند السلطه، بنعمل تنسيق معين واجل المره القادمه بنجاوبك عليها. النيابه الاسرائيليه بالقول القاضي حكى النيابي كان لازم نرفع ضيينتي، ما بصير الانسان يحاسب مرتين. هم الاسرائيليين بيقروا انه في تنسيق امني. شو حسيت بالله ابو مالك، شو حسيت انت لما شعرت انه كوبي بيست نفس النسخه المحاكمه اللي بيخضع لها في فلسطين هي نفسها اللي في عند الاسرائيليين؟ صدقا الانسان يحبط ويخجل، يحبط داخليا ويخجل من نفسه ويخجل من حقيقه. شيء مؤسف للاسف للاسف. طب انت برايك كيف ممكن يتم اطلاق سراح مالك، خاصه انه فيش فايده زي ما قلت من الحكم ولا القضاء ولا الاسرى؟ شو الطريقه انتم كاهالي اسرى؟ هو مالك حسب القانون الاسرائيلي وحسب اسئله المحامي لازم يحكم، بحكموه، رايحين يحكموه الاسرائيليين، رايحين يحكموه على التهم.
بس هاي يمكن تروح تقعد لها سنين يعني لا سمح الله. نعم هاي يمكن سنوات طويله تكون يعني. لا نسأل الله ان يعني يكون، لانه بما انه ملف عند الطرفين يعني بيبين معنا مع في الجلسات القادمه ان شاء الله ما تكون سنوات طويله، لانه اول شيء كان حدث ابن 17 كان منسوب له وكان عمره اقل من 17 او 17 سنه، التهم غير معقوله لو الانسان بالجيل هذا. اثنين هو ما قام باي عمل، هي وما هو العمليه مجرد كانه كان فكره مع زميل مع اثنين، واحد طرح عليه فكره درس الفكره معينه وما كانوا باي نشاط. يا سيدي يعني رب يكون عندي خليه عسكريه، الخليه العسكريه لازم يكون لها لباس، لازم يكون لها سلاح عتاد، ما في كل واحد ما في انه وهم وهم ان شاء الله انه مفبركه ان شاء الله انه بكونش لسنين طويله ولا غيره. طيب في تشعر انه في اي يعني اي موضوع سياسي كان له انتماء سياسي مثلا ما خلى السلطه تطارده، ولا يعني مالوش اي نشاط سياسي مالك؟ كمان مره اي في كان له اي نشاط سياسي يعني يعني خلى السلطه تطارده، ولا يعني ما عندوش؟ انا بقول لك هو نوعيه ابني يحفظ، انا ما بخجل اقول لك انه ابني يحفظ 15 جزء من القران الكريم، ابني عنده اخلاق عاليه، داعيه خير، فيش عنده يعني من برمخه من الشغل الفساد الفلل الفوضى، شاب عنده على نوع من الخلق والادب. طب شو هذه التهم يعني؟ النوعيه هذه ما ما ما, ما, ما بطلت مرغوبه، بطلت مرغوبه، صار تهمه انه يكون محترم يعني؟ بطلت مرغوبه، هذه على الكاميرات تسلط عليها. يا سيدي ان شاء الله ربنا يفرج عنه. طب ابو مالك يعني بدنا رساله منك او كلمه توجهها لمنظمات حقوق الانسان، للسلطه، للفصائل، لاي حد بيسمع يعني يمكن انه يعمل شيء في هالملف، في ملف مالك، في ملف غيره من الشباب الفلسطينيين. انا بدي كل انسان اول شيء بيقرا البيان اللي ذاعوه في الجريده او بسمع، اول شيء يعرف انه هذا اول شيء عاري عن الصحه. نحن كمان مره بقولها لم نهرب ولن نهرب ولا يوجد جهه نهرب لها، احنا موجود في ارضنا وفي بلادنا وفي وطننا ولن نتخلى عن مبادئنا. اثنين انا بقول كفى انه ناكل لحم بعض ونجلد بعض، كل انسان يعيد حساباته ويعيد ترتيبه وراكه، واللي اخطا بيقدر يكفر عن خطاه وعن سيئاته ويعيد ويصحح مساره لمصلحه الشعب الفلسطيني ومصلحه القضيه الفلسطينيه، وينسى النظره اللي هي لمصلحته الشخصيه على حساب آهات وآلام الناس وخراب بيوت الناس. أنت كأب فيما لو يعني أنت بتشعر بالأسى أكثر على الحكم اللي راح يصدر بحق ابنك، ولا بتشعر بالأسى على الوضع اللي انتهينا له كفلسطينيين؟ طبعا الوضع يا سي. أنا مستعد أضحي بنفسي وبكل أولادي مقابل إنه وضعنا الفلسطيني يتغير للأحسن. متفائل؟ أنا ما بنظر للمصلحة الشخصية لي. متفائل يمكن يتغير ولا محبط يا ابو مالك؟ في الوضع صدقا في الوضع العالي، انا رغم انه انا من قال يعني حديث الرسول من قال اهلك الناس اهلكم واهلكم، انا الام فيها خير والناس فيها خير، ولكن احنا بنمر في أسوأ الاوضاع الفلسطينيه، والاحتلال والمستوطنين ينعمون بامن وامان لم يحلموا به في حياتهم. يا سيدي نامل انه ربنا نامل انه رب العالمين يغير الحال للاحسن إن شاء الله. أشكرك يا أبو مالك نزار يوسف قزمار، أنت والد الأسير مالك قزمار واللي معتقل منذ 26/12/2012 ويحاكم بتهم متزامنة في محكمتين، في محكمة إسرائيلية وفي محكمة فلسطينية بنفس اللوائح ونفس التهم ونفس طبعا الاتهامات اللي ساقتها أو ساقها الطرفين. على كل حال شكرا لك، كلمتني من الضفة الغربية، وشكرا لكم إذا مشاهدي الكرام، أصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من بلا تأشيرة، وأتركك العادة في أمان الله وفي رعاية الله.
من أرض فلسطين المباركة. شركة يافا المحدودة تأتيكم بأفضل منتجات المزارع الفلسطينية التي تقع على حدود مدينة أريحة التاريخية. بالإضافة إلى التمور، تصدر يافا أفضل أنواع الزيتون، زيت الزيتون، المخلل وغيرها من المنتجات الصحية. تمر التمور بثلاثة مراحل فنية للفرز، كما يتم غسلها قبل التغليف. ادعم مزارع فلسطين وعمالها بشراء منتجاتنا. يمكنكم الحصول على منتجاتنا من أحد معارضنا المنتشرة في المملكة المتحدة أو عن طريق موقعنا على الإنترنت www.yafa.co.uk. الصومال، حيث يتساءل الأطفال الصغار عن مستقبلهم كيف يكون، حيث يفتح الأطفال الرضع أعينهم على واقع كئيب لا يعرفون غيره، حيث تحكي تجاعيد الشيوخ قصة عذاب وقلة حيلة، حيث دمعة طفل لا يمسحها أحد. تخيل لو أن لديهم نصف ما تملك. تبرع لهم اليوم وساهم في تحقيق أحلامهم البسيطة. الشهداء اليوم رسالتنا للشهداء عن سيري كلمة رجعي.
والله احنا على وادك مخليه يدا خليها عيفها عيفها بالمدرسة شباب صاروخ آخر صاروخ بسرعة طلعنا مراكش. سكنت في زاوية العباسية. في هذه المدرسة كانت صلتي بالعمل المسلح، بالعمل المقاومة الفرنسية، في مدرسة المعلمين كذلك. في مدرسة المعلمين كان مجموعة طلبة كلهم أكبر مني. الإعدادية التي كنا نلقي فيها الدروس التدريب عملي للتعليم كان فيها الأخ عبد السلام ياسين. هناك تعرفت عليه هناك في 53 نعم 53-54. مراجعات مع مؤسس حركة الشبيبة الإسلامية في المغرب الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي. الحلقة الثانية تأتيكم الاثنين الساعة 5 بتوقيت غرينتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نحييكم معنا في ملفات إريتريا. إريتريا، اللاجئون في السودان واليمن، كفاح من أجل البقاء.
يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين في معسكرات اللجوء في السودان واليمن في ظروف تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، حيث تغيب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن. مشاهدينا الكرام، للتعرف على احتياجات اللاجئين الإريتريين في اليمن والسودان معنا في الاستديو الأستاذ سلطان عمر المدير التنفيذي لمنظمة إيثار للإغاثة، كما أيضا سيكون معنا من اليمن الأستاذ إدريس عبدو مدير منظمة أرض الصدق الخيرية، ومن السودان الأستاذ محمد الحاج صالح من الهيئة الإسلامية الخيرية للرعاية الاجتماعية. أهلا بكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله وطيبة في خلال هذه الساعة. أولا رحب بك أستاذ سلطان عمر، ويعني يشرفنا وجودك معنا، ويشرف أيضا وجود منظمة إيثار الخيرية التي انطلقت من بريطانيا واخترقت القلوب المكسورة وزرعت الابتسامة في وجوه الأطفال. يعني بادئا قبل كل شيء، يليت تذكر لنا هنا كيف تعمل إيثار للإغاثة؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين. أولا صراحة أنا سعيد أن أكون ضيف على قناة الحوار في برنامج ملفات إريثريا، شكرا لكم على هذه الدعوة. قبل أن أبدأ في حديثي صراحة لا بد لي أن أشكر قناة الحوار والعاملين عليها بكل إمكانياتهم التي أتاحوها لإيثاح قضيتنا التي أصبحت في طي النسيان. ولا يفوتني أن أذكر موقف الجميل الذي وراء هذا البرنامج، أخي دكتور عمر وشخصك الكريمة، على الدور الذي تبذلونه صراحة. أنتم أصبحتم جزء من تاريخ الذي لا ينسى، بل جزء من الذي يكتب بنقاط من الذهب. فواحد يعتز أني له إخوة وأخوات أمثالكم، من يضحى بوقته ومجهوده في هذا العمل. فالشعب والوطن يعرف لكم الجميل، وأنا سعيد أن أشكر على الهواء لك الأخ دكتور عمر على هذا الدور البناء الذي تقومون به صراحة. الله يكتب في حسناتنا جميعا إن شاء الله. أما بالنسبة للإيثار صراحة، لعلي بعد ممن يشاهدون ممكن يكون حديثي المشاهدة، هي إيثار بدأت سنة 2006. الهدف الأساسي الذي أنشأنا من أجله إيثار ليس لحل مشكلة اللاجئين الإريتريين، هي بل لإحياء قضية اللاجئين التي أصبحت فعلا في طي النسيان. والحمد لله بفضل الله عز وجل وفقنا نوعا ما أن نحيي هذه القضية، أصبحت في طي النسيان عند أهلها قبل الآخرين. فبفضل الله عز وجل تمكن أن نسمع الصوت الإريتريين أولا حول العالم. وتعرفين أستاذ ريم، كثير من برنامج الذي يقوم فيه في إريتريين يتسول يستغرب يقول في معقول إريتريين بهذا الوضع اللي يعيشه. نعم، فالحمد لله الهدف الذي هي القضية يعني تعتبر من يعني نوعا ما مغيبة في الوطن العربي والإسلامي بالزبط. القضية الإريترية بالتحديد يعني. نعم، وخاصة جانبها الإنساني. الناس يستغربون إن في لاجئين بيعانون بهذا الحال. فالحمد لله هذا كان المحور البداية. أما حل اللاجئين الإريتريين قضيتهم ما تحتاج حلول الدول والمنظمات والحكومات في بكل إمكانياتها أن تدخل، لأن اللاجئين عددهم في شرق السودان، العدد الرسمي فعلا من اللاجئين، الإحصائيات بتاع الأمم المتحدة عندها مقاييسها الخاصة التي تعد بها اللاجئين، لكن لا يقلون عن نصف مليون لاجئ. يعني اختلفت الأرقام والنسب. نعم، فأنت الآن لو تشوف التقرير اللي عندك بتاع سنة 2012 يتكلم 180,000، لكن حقيقة وهذه المعسكرات التي هي مفتوحة، هنا العديد من المعسكرات المفتوحة اللي فيها اللاجئين، لكن هناك معسكرات مغلقة أصبحت أخذت منها صفة اللجوء. لفت انتباهي، مغلقة لماذا؟ مغلقة هي مغلقة عبارة ما أخذ منها اعتراف كأنهم لاجئين، بما أنهم لاجئين نفس الإريتريين يعيشوا نفس المعاناة وموجودين في نفس المكان، وضعهم ما تغيرت. يعني أنت عندما تكون لاجئ يا إما يكون عندك عودة للوطن أو وضعك يتحسن بنوع ما، أو كمان إذا افترضنا أن مثلا يجنسوا جنسيات المجتمع اللي يعيشوا فيه تعطى لهم حقوق المواطنين، الصحة والتعليم والغذاء، كل هذا لا يتوفر. المعسكرات المغلقة معاناتها ليس أقل من المعسكرات المفتوحة، فتجد العدد الهائل لهذا اللي يوجد في هذه المعسكرات يحتاج فعلا أستاذ ريم مساعدة الدول، ليس مساعدة إيثار التي هي ليس لها ميزانية تغطي حاجة. وهنا يبين عدد الذين يتلقون الدعم فقط 20%. صوري شيء عجيب، وهذا أنا شاهدت بعيني صراحة، هذا مو كلام يقال، بل أنا قابلت منهم المسؤولين وقلت له يا أخي كيف، طيب كيف يعيش بقية أيامه؟ بمعنى هذا 20% يغطي لك احتياجات ما لا يتجاوز 3-4 أيام، وهذا بيعترفهم بنفسهم القائمين، يقول لك we have just we can feed them for 3-4 days a month. طيب الباقي كيف يعيش
ودم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صراحة حاجة أبو سلمان، إحنا يعني رح نعود إلى هذه الإحصائيات لأنها يعني إحصائيات مخيفة جدا يعني ومؤلمة حقيقة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الإحصائيات المؤلمة، يعني إثار مقرها بريطانيا، كيف تنفذ عملها في معسكرات اللاجئين سواء في اليمن أو السودان؟ طيب هذا سؤال جميل. نحن صحيح مقرنا بريطانيا مدينة برمنغهام منشأها هنا في المملكة المتحدة، لكن نحن هناك عندنا توأمة مع منظمات التي تعمل، وبهذه المناسبة صراحة أحب أشكر الهيئة الأخيرية للرعاية الاجتماعية التي هي في السودان ومقرها في الخرطوم وتتخصص في المهجرين واللاجئين في شرق السودان. يعني مؤسسة ما شاء الله من كبرى المؤسسات التي لها عمل يشهد لها القاسي والداني. أنا بعد عدة جولاتي استغرت بنا نفسيتنا أن يكون عندنا معهم توأمة. فعندنا معهم توأمة وهم ينفذوا لنا مشاريع، وهم يعتبروا من أكبر المؤسسات الموجودة في الساحة في 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 ساحة العمل الواقعي الذي له فعلا معنى العطاء لهؤلاء الناس. فعندنا اتفاقية مع هيئة الخيرية للعشرة في شرق السودان، وهي هيئة رسمية مسجلة عند السودان ومراقبة من قبل الدولة، وكذلك عندنا مع أرض الصدق التي بدأنا بها قبل عامين تقريبا وثلاث سنوات في اليمن. وبالمناسبة أستاذ ريم، موضوع اللاجئين حتى ما كنت تعرفه، وجل الإريتريين ما كان يعرفون أن هناك في حاجة اسمها أسلم. ليس فقط إريتريين عاديين، والله أنا قابلت من الدعاة الإريتريين عندهم ما شاء الله ما يعرف أن في حاجة اسمها اللاجئين في اليمن. عندما أخبرناه وجاء بدأنا نتعامل معهم وكما شاهدت أني تكلمنا عن قضيتهم، الناس على الأقل موضوع شرق السودان تسمع أن في، لأنه بحكم التلاصق الحدودي بالتأكيد. الناس التي تأتي للسودان يعني معروف أن هناك، لكن أما اليمن ما كانوا معروفين. لكن الحمد لله بعد ما سمعنا خبرهم نحن قلنا على الأقل نمدهم بشيء. يعني الغريب أنه الإريتريين في اليمن في مخيم خوخة طبعا من سنة 67 تقريبا بنفس العام الذي هاجروا فيه إلى شرق السودان. نعطي بس فكرة، مخيم خوخة يقع بمحافظة الحديدة باليمن على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، مضى على قيامه أكثر من 30 عاما، أنشئ سنة 77، يعني فيه مئات اللاجئين من أبناء الشعب الإريتري دون رعاية من قبل المفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أي منظمات أخرى، وتوجد في المخيم فقط مدرسة واحدة. طبعا وضعهم شيء جدا وضع محزن ومؤلم جدا. طيب معنا أستاذ أبو سلمان، ناخذ معنا من اليمن مكالمة من الأستاذ إدريس عبدو اللي يطلعنا أكثر على هذه المعاناة. مرحبا بك أستاذ إدريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس. حياكم الله. حياك الله ويسعدنا وجودك معنا أستاذ إدريس. ياليت تعطينا فكرة تقربنا للوضع اللاجئين ومعاناتهم في مخيم خوخة في اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أوضاع اللاجئين في اليمن، هي قضية اللاجئين الإريتريين في اليمن هي جزء من قضايا اللاجئين الإريتريين في دول الجوار في أرض المهجر. قبلها أختي الكريمة اسمحي لي أن أتقدم بالشكر للأستاذ سلطان عمر ضيفك الكريم الذي في معك في الاستوديو. هذا الأخ الفاضل وهذا يعني صراحة الهامة الكبيرة التي تحملت تعباء وجهود كبيرة لعبت دورا كبيرا، أولا في كسر التعقيم الإعلامي المفروض على قضية ومعاناة اللاجئين الإريتريين، وله جهود طيبة ومباركة رغم يعني إمكانيات مؤسسته المباركة المحدودة. وهذا الأخ الذي حقيقة نحن عبرنا عن شعورنا نحوه أو شكرنا، لا نستطيع يعني نوفي يعني شيء من مجهوداته الطيبة المباركة. وكذلك أتقدم بالشكر لبناتكم المباركة التي حقيقة يعني لعبت دورا كبيرا، وعلى اللفتة الكريمة التي يعني نشاهدها وعهدناها من بنات الحوار المباركة التي يعني يعني بجهوداتها وب يعني تسليط الضوء على قضايا اللاجئين
نشكر أتقدم بالشكر للجميع نيابة أصالة عن نفسي وعن نيابة عن الهجين لا يمكن إجراء للأسف فقدنا الاتصال. أتمنى أن نعود أستاذ إدريس معنا أعتقد شيء فني. عموما يعني أستاذ سلطان الأستاذ إدريس يحاول أعتقد أنه إن شاء الله بعد ما يرجع يعطينا أكثر فكرة وصورة. أنتم عندكم أيضا تنسيق مع مخيم خوخة وأيضا تعاون يعني لمعاونة اللاجئين ومحاولة نوعا ما التخفيف عن آلامهم ويعني مأسيهم. كيف يتم هذا التنسيق والتعاون؟ طبعا المشاهد اللي يتابعنا نحن في الإيثار عندنا البوليسي اللي نتعامل به الـ 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 القوانين الـ هذا ما يجبرك المجتمع البريطاني الـ الـ الدوائر الـ الوزارة الـ الـ العمل الإنساني والمؤسسات التابعة له. أنت لازم يكون عندك تعامل رسمي مع مؤسسات رسمية. نعم. بمعنى إيثار الآن في تحت أي طرف وتحت أي ظرف من الظروف ما تقدر تتعامل مع فرد. أنا ما عندي فلوس أحولها لفرد مثلا في السودان أو في اليمن أو في مكان. لازم تكون مؤسسة معترف بها بالزبط. يعني قائمة بحداتها حتى يتم التواصل. لأن الفلوس تتحول التبرعات تأتي لنا إلى الأكاونت إلى الحساب حقنا ونحن لابد أن نحول الفلوس إلى الحسابات الموجودة للمنظمات حتى تكون متابعة مراقبة من قبل الدول. فنحن نتعامل معهم إخواننا في أرض الصدق بعدما عرفنا عن قضيتهم وأتتنا إليهم التواصل الرسمي تم بيننا وبينهم واطلعنا على المعاناة. لمستم هذه المعاناة يعني المعاناة من شرق السودان إلى اليمن يعني من معاناة إلى معاناة. معاناة قاتلة. ما هي أكثر مشاهداتكم من هذه المعاناة؟ والله هي أكبر مشاهدات المؤثرة الموجودة هي يا أخت ريم اللقمة اللي بيأكلونها. المشكلة الموجودة في كل اللاجئين سواء كانت في اليمن أو كانت في السودان عندما تشوف الـ 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 الألم بسبب الجوع. نعم. الألم بسبب الجوع ما 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 عندهم لقمة الخبز تسد رمقهم. نعم. فتأتيك هذه الرسائل أنت ما يرتاح لك البال. نعم. فلا بد أن تقدمها. أنا أول رسائل عندما جاءتني يحكي لي عن المعاناة أسر الأيتام الأرامل ما عندهم ما يأكلون بعث لي تقرير أخ إدريسي من اليمن. نعم. فكانت صراحة معاناة ما يتحملها الإنسان. نعم. ما يتحمل يعني الإنسان. ما شاء الله إيثار فتحت قنوات للتواصل من شرق السودان إلى اليمن ويعني محاولة لعون ومساعدة كل هؤلاء اللاجئين. هل يعني تستطيع يعني هل ستستطيع إيثار فعلا أنها يعني تضم كل هذه والله المعنى؟ أخت ريم هو بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا يعني الله سبحانه وتعالى بيفتح بهيئة إحنا يعني أملنا أن نعمل لكل المعاناة أن نصل كل الأماكن أن نقدم لكل المحتاجين لكن القصر اليد صراحة يعني وفي هذا المجال أهيب الناس أن يكون عندها شعور بهؤلاء الناس يعني لهم حق الحياة كالآخرين ينبغي أن يعيشوا ينبغي أن تحفظ كرامتهم أن يسد أن تعطى لهم لقمة الخبز تسد رمقهم ويعطى لهم مجال إنسان يتعامل فيهم كبشر. نعم أكيد. طيب أستاذ سلطان الآن راح نشارك أحد سكان معسكر أم قرقور الأستاذ محمد الحاج. مرحبا بك معنا. يا مرحبا. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا في الملفات إريتريا. نعم. أستاذ نعم تفضل. أولا نشكر قناة الحوار على هذه الفرصة اللي أتاحت لنا ونشكر العاملين فيها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. وطبعا احنا حابين نعرف استاذ محمد الحاج انت احد ساكنين معسكر ام قرقور يعني اوصف لنا الاوضاع التي فيها الان يعني معاناة ام قرقور واللاجئين الموجودين فيها. نعم معسكر ام قرقور هذا المعسكر معسكر ضخم وكبير. نعم. ومعسكر تجمع من اعداد كبيره من الـ من الـ من معسكرات ولايات القضائي. نعم. هذا المعسكر يقوم حواليه أكثر من 12 ألف نسمة والخدمات اللي كان وعد بها المندوب السامي بعد ما جمع الناس بدأت تتغلس والمندوب السامي حقيقة الآن قد يكون رفع لمعظم الخدمات التعليم وضعه متردي الغذاءات متردية. نعم. التعليم برضو والصحة
حقيقة الناس في هذا المعسكر يعانون معاناة كبيرة جدا. يعني لما جمعوا هؤلاء الناس كانوا الناس يعني أكثر من 12,000 ديل يشربون من بير واحدة. نعم. ويقفون الصف ليل ونهار وعشان يتحصلوا على جرعة موية ما قادرين. فالناس يتدافعوا على محطة المياه، ومما اضطر لجان المعسكر الأعيان الشرطة وقفوا مع هؤلاء الناس في صفوف. نعم. فللحصول على جرعة موية يعني أدى إلى معاناة كبيرة جدا يعني. وماذا عن الصحة؟ هل هناك نعم نعم الصحة أيضا هذا العدد الضخم حقيقة يعني بيجد معاناة في الحصول على الأدوية. نعم. الأدوية الممنوعة لهذا المعسكر هي قليلة جدا في كميتها ومحدودة في نوعيتها، فلا تكفي أكثر من 10 يوم أو 15 يوم إذا صح التعبير. فمعاناة الناس هنا كبيرة جدا، خاصة للناس المصابين بالأمراض المزمنة. نعم. والناس اللي لديهم حوالات للعمليات. نعم. فينتظرون انتهاء العمليات ولمقابلة الدكاترة الأخصائيين لتشخيص أمراضهم، قد ينتظرون لمدة 6 شهور. نعم. وبعضهم قد توفي قبل أن يصل إلى مقابلة الدكاترة. هل هذا يعني أن أعداد الوفيات مرتفعة هناك؟ نعم أحيانا في وفيات. نعم. وماذا عن الأطفال؟ نعم الأطفال ومعاناة الأطفال. الأطفال كذلك يعني هنالك أمراض سوء التغذية لأطفال صغار السن ما دون 5 سنوات وما أكثر. يعني الغذاءات ما في. المندوب السامي رفع يده. نعم. من حوالي أكثر من 12,000 الآن ما يأخذ الغذاء 1,900 نسمة فقط. يعني كيف يتم التواصل مع الهيئات والمنظمات العالمية يعني وهي ترى هذا الوضع المأساوي؟ نعم نحن كلجان في المعسكرات حاولنا أن نرفع الشكاوي إلى المندوب السامي وللمنظمات والهيئات الخيرية والمحسنين في أنحاء العالم، ولكن حقيقة يعني ما وجدنا من يغيث وما وجدنا من يستمع إلى هذا الوضع المأساوي. نعم نعم. يعني الآن تأثير جمعية إيثار وجودها في هذه المعسكرات، حدثنا عن هذا الأمر. نعم والله الإخوة يعني في الإيثار حقيقة بنقول أنه قدموا مشاريع وخدمات حية. أولا حلوا مشكلة المياه. نعم. بافتتاح بئر الرحمة الذي ساهم برفع المعاناة عن المعسكر. كذلك الناس يعني بهذا الحجم الضخم كانوا يصلون في العراء تحت حر الشمس. نعم. وخاصة في موسم الأمطار فبنوا مسجد الرحمة 18/20 تقريبا بمباني ببناء مسلح. نعم. فاستوعب كله أهل المعسكر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب الآن نعم تفضل. نعم. وكذلك الآن إحنا بعد 20 يوم سنفتتح مدرسة الرحمة الثانوية اللي ستعالج مشكلة الفاقد التربوي. نعم. اللي كان يمشي على الشارع. وبعد 20 يوم إن شاء الله حيتم افتتاح هذه المدرسة الثانوية مدرسة الرحمة بمدربوه. إن شاء الله. طيب يعني أستاذ محمد الحاج يعني أيضا حبيت تعطينا صورة عن الوضع الأمني. والله الوضع الأمني نحن بنقول الحمد لله يعني لا توجد هنالك مشاكل أمنية من حيث الأمن والأمن مستتب يعني. يعني بمعنى يا ليت تشرح لنا أكثر، وخصوصا أن نسمع أن الأوضاع الأمنية شوية يعني منفرطة. والله الأوضاع الأمنية نقدر نقول في المعسكر منضبطة. نعم ما ليس لدينا أي مشاكل أمنية. هل هناك تعاون مع الحكومة السودانية؟ نعم. لحماية أو يعني توفير الأمن؟ نعم. طيب يعني في كلمة أخيرة تناشد فيها المشاهدين أستاذ محمد الحاج. والله أنا أقول أنه هذا المعسكر يعتبر نموذج لكل معسكرات الشرق بالنسبة للاجئين الأريتريين، وهذه المعاناة الموجودة بهذا المعسكر تمثل نموذج حي لبقية المعسكرات. فأنا أناشد وأدعو كل الهيئات والمنظمات والمحسنين والخيريين
إلى أن ينظروا إلى هذه المعسكرات وحوجة الناس وأن يقدموا دعمهم الإنساني تخفيفا لمعاناة هؤلاء الغلابة إن شاء الله. طيب يا أستاذ محمد الحاج، نشكر لك هذه المداخلة وهذه المعلومات. نتمنى يعني إن شاء الله يا ربي يعني تهبط الرحمة في قلوب كل من يستمع لنا ويستمع إليك. عودة إليك أستاذ سلطان، استمعت لشهادة أستاذ محمد الحاج وهو أحد اللجان والساكنين معسكر أم قرقور، يعني بهذه الصفة التي يصف لنا بها. في الحقيقة فعلا معسكر أم قرقور من المعسكرات الكبيرة التي تعاني، وأنا شاهدت المعاناة هذه. نعم. لكن والله بعض الأوقات يا أخت ريم ما عندك كلام تقوله، بيقول لك ناس من 12,000 تقريبا من يجد المساعدة 1,900 شخص بس. نعم. يعني حوالي 10,000 شخص. نعم. ما عندهم مساعدات، ما عندهم مساعدة. نعم. والصحراء قاحلة، ما عندك ما حد يمر عليك، والحر القاتل والمسافة من الشارع الرئيسي. نعم. بعيدة بعد يعني فظيعة، خاصة الأمراض أيضا، خاصة الله لا يوريك فترة. نعم. الشتاء. نعم. المكان يكون مغلق، الناس يموتون، الحاملة تموت في الطريق، ومش إسعاف، ما تقدر تصل المكان، يعني حاجة صراحة. المعاناة الموجودة للاجئين في شرق السودان شيء يعني تندى له جبين الإنسانية. نعم. لكن في هذا المجال أختي ريم لو تسمحي لي، تفضل. هذه المعاناة صراحة ما يلام بها السودان، نحن لازم نكون منصفين. سودانيين جزاهم الله خير. نعم. لمن يعني تلقى هذه المسؤولية اليوم؟ المسؤولية صراحة تلقى على الأمم المتحدة تدعي الإنسانية للمعاملة العامة للإنساني. نعم. فالأمم المتحدة تخلت عننا فعلا، هذا الواقع. نعم. لكن أين عالم الإسلامي؟ ألم نكن نحن جزء من العالم الإسلامي أخت ريم، قريبين للسعودية للخليج والمنطقة كلها نحن حولها. نعم. فما معقول الشعب بهذا المستوى مثلا 40 سنة معسكر المعسكرات لا يكون فيه مجال. نعم. تربوي للأولاد اللي يتعلموا في مدارس. نعم. ما في معسكر بنيت فيها مدارس ثانوية طوال التاريخ 40 سنة، معقول العالم يتخلى عنه بهذه الطريقة؟ نعم. يعني صراحة شيء محزن. قد يكون يعني هو تقصير أيضا من الجانب الإريتري، يعني بعدم يعني الإعلان عن هذا الوضع. والله هذه برضو حق، أنا معاك 100%، هذا برضو يعني جانب تقصير كبير جدا من نحن كإريتريين. نعم. يعني صراحة بإمكاننا أن نحيي قضيتنا. صحيح. لما لا؟ ليش لا؟ ليش المانع؟ نعم. وعندنا ناس عندها إمكانيات أن تحيي قضيتها. نعم. لكن حقيقة الإريتريين يسمحوا لي على هذا التعبير. نعم. تخلوا عن إخوانهم. إذا أنت تخليت، أنت ما رعيت شؤون بيتك يا أستاذ ريم، وما أصلحت. نعم. بيتك، ما معقول أنا آتي من برا أشوف إيش عندك مشكلة في بيتك. صحيح. هذا الواقع، نحن كلنا مرنا على الهجرة. نعم. كل ما من إريتري تقريبا ما عانى معاناة الهجرة واللجوء. نعم. لكن مع الأسف الشديد كل واحد إذا تجاوز هذه المعاناة وإيثار لوحدها لن تستطيع. مستحيل. يعني يد وحدة مستحيل أبداً. لن تستطيع أن تعمل مستحيل من إذا لم تكن هناك من تكاتف. المستحيلات أستطيع. نعم. أن نحن رسالة الله عجل وفقنا فيها، لست لأن على رأس الإيثار، ولكن ورائي ومعي إخوة كثيرين وأخوات ومن. نعم. يعمر رأس إيثاري أختر في هذا. نعم. المجال إيثار هي أحيت قضية، يعني جبنا اللي كان وراء الستار. نعم. والباقي صراحة كل إرثي سيوصل أمام الله يوم القيامة. أكيد. فلا بد نحن أن نقوم بالدور. نعم. ويكون لنا مشاركة، لأن هؤلاء أهلنا، ليس لهم لنا بعد الله عز وجل إلا نحن، ونحن منهم وهم منا، صح الله؟ فيعني إذا أنت تتخلت عن أهلك. نعم. من الذي سيرعاهم ويهتم بهم؟ إذن ما المطلوب مرة أخرى؟ يعني المطلوب صراحة أنا أناشد صراحة دائما نقول يعني دائما المطلوب شيء عملي نحتاجه أن. نعم. أن ندع أنفسنا يا أستاذ ريم. نعم. في معاناة هؤلاء الناس. نعم. صدقيني كل واحد لو وضع نفسه في هذا المكان أنا عندي قناعة. نعم. القضية تنحل. نعم. تنحل. والجميل أستاذ سلطان يعني هناك العديد من الذين كتبوا لنا على ملفات إريتريا، منهم ابن سمهر الذي قال: في البدء أود أن أشكر قناة الحوار وأسرة برنامج ملفات إريتريا لاهتمامهم بقضايا شعبنا في الداخل والخارج، ثم أشكر فريق عمل إيثار وعلى رأسهم أستاذ سلطان عمر على ما يبذلونه من جهود اتجاه إخواننا اللاجئين. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. أرجو كل من يسأل نفسه ماذا سنقول أو ماذا ستقول لربك إذا وقفت أمامه يوم العرض وقال لك ماذا قدمت لإخوانك اللاجئين. يؤسفني أن أقول أن كثيرا من شعبنا في الخارج لا يعرف مآسي اللاجئين الإريتريين، فضلا عن مساعدهم ومساعدتهم. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى هذه الغفلة؟ شكرا لك ابن سمهر. طبعا سيد سلطان شيء محزن، لكن راح نأخذ فاصل. مشاهدينا الكرام راح نأخذ فاصل قصير وعودة إليكم لمتابعة قضايا اللاجئين في السودان وإريتريا واليمن.
في حلقة هذا الأسبوع من لكل زمان ومكان نناقش حكم مشاركة المسلمين في الانتخابات المحلية والتشريعية في الدول الغربية انتخابا وترشحا، وحكم دخول الأحزاب السياسية الغربية وأثر ذلك على الإسلام والمسلمين، مع فضيلة الشيخ إحسان حلاوة، المشاركة السياسية للمسلمين في الغرب ضمن برنامج لكل زمان ومكان. يمكنكم إرسال أسئلتكم على fatawa@alhiwar.tv. لكل زمان ومكان برنامج أسبوعي مباشر يأتيكم في الأوقات التالية. الله نور السماوات والأرض. نور من وسط لندن يشع سناه لبيان نور كتاب الله وهدي شريعته السمحاء. نور يشع به مسجد ومركز المنار ومصابيحه أهل الهدى ولا فخار. نور نخاف أن يفقد ضوءه إن لم نتعهده بالحب والتبرع والإعمار. شاركونا حملة النور لدعم مسجد ومركز المنار في لندن. حملة النور تأتيكم الأحد 6:00 مساء بتوقيت غرينتش. نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام مع ملفات إريتريا. إريتريا اللاجئون في السودان واليمن كفاح من أجل البقاء. ما زال معنا الأستاذ المدير التنفيذي لمنظمة إيثار الإغاثة للإغاثة الأستاذ سلطان عمر، ونرحب بكل مشاركاتكم عبر الأرقام التي سوف تشاهدونها على الشاشة. نرحب بك مرة أخرى أستاذ سلطان. يعني أنا يعني حسيت بإحساسك ودموعك تنزل من خلال نداء أخواننا الذين يبعثون، ومن نداءات أيضا أخواننا في معسكرات اللاجئين، والمعاناة للأسف ما زالت كانت في اليمن أو كانت في السودان. يعني متى فعلا نستفيق من هذه الغفلة التي كتب ابن سمهر وهو يناشد من خلال هذه رسالته المؤلمة؟ متى؟ صراحة مش عارف، يعني المعاناة حقنا طال بها الزمن. تصوري نعم. أستاذ ريم، موضوع هذا بدأ من سنة 67 تقريبا، أكثر من 40 سنة. نعم. القضية دائرة اليوم. أمس وصلوا تقريبا ما يقارب 100 شخص في معسكر شجرة. نعم. اللجوء والتشرد والهروب ما زال مستمر. صحيح، ما زال مستمر. فلذلك المرحلة هذه صراحة تحتاج مننا إن ما حيجمعنا عمل سياسي. نعم. مستحيل يا أخي نجتمع على عمل الإنساني. هذا هؤلاء بني جلدتنا إخواننا. أكيد. ما في تقريبا كما قلت أحد ما مر من هذه المعاناة. نعم. يعني صراحة الإنسان وأنت يعني شيء مؤلم وأرى دموعك يعني تنزل. يعني أعرف مدى إحساسك لأنك شاهدت بأم عينك هذه المناظر المؤلمة والأيتام، وأشعر بذلك لأنك كنت قريب من هذه المعاناة. فيعني متى نحن أيضا نكون قريبين من هذه المعاناة؟ صراحة المشكلة صح تتكلم صح، لا لكن أن تعيش في المعاناة صعب. أي معاناة يا ريم، يعني 2010 عندما رحت مع وفد كان معايا دكتور نقابة الأطباء بتاع الدكتور ووالين دكتور سوري معايا، وجدنا الناس في الطوارئ قفوا 3 أيام للحصول على الماء. لا. يعني معاناة صعبة. تتخيل لا. تقف للحصول الماء 3 أيام في الطابور، ما شيء ما يدخل في العقل. نعم. طب معقول في إريتريين نعم. هل يفتقد إنسان يتبرع نعم. ب60,000 باوند نعم. لكي يحل مشكلة هؤلاء الناس؟ نعم. يعني نعم. إلى متى ننزل فعلا بعيدين؟ لا يمكن نعم. أن تنحل قضية الإريتريين على فكرة. نحن الإريتريين إنما نهتم بقضية شعبنا.
يعني ما احد حيحلها لا الامم المتحده ولا منظمات الدوله أبداً. مستحيل. نعم. مستحيل. فلا بد ان تصوري الرجل حكيت له القصه قصه المعاناه يقف في المثلث مخ كشميري جزاه الله خير اسال الله ان يسعده في الدارين ولا ذاك الشخص البيزنس مان كبير تجارته بسيطه جدا نعم. عندما حكيت له في موضوع سبع دقائق لا يجد قال يا سلطان اموال موجوده اسلمها لك سبحان 60,000 باوند شخص واحد تبرعها نعم. ما بيعرف قضية التي إلا خلال سبع دقائق نعم. كم من الناس كانوا في معسكرات هذه ورحلوا وربنا وسع عليهم أصبحتهم عندهم إمكانيات وتخلى عنهم سبحان الله لا ندري طيب نأخذ نشارك سلطان أستاذ سلطان معنا مكالمات نأخذ من أستراليا الأستاذ حنان ميران مرحبا بك معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا تحية كبيرة للأستاذ سلطان عمر المدير التنفيذي لإيثار وجميع فريق العمل خلف كواليس المنظمة نعم وتحية خاصة طبعا لك أستاذ ريم وفريق عمل ملفات إريتريا ثانيا أود أن أشكر لإيثار هذا الاهتمام نعم. الكبير الذي بشعبنا الذي لا يزال يعاني الأمرين في معسكرات اللجوء التي تفتقر إلى أبسط مكونات الحياة اليومية نعم. وتعاني التهميش والإقصاء من جميع المنظمات الإغاثية العالمية كالأمم المتحدة واليونيسيف واليونيسكو لحجج واحدة طبعا ضد قيم الإنسانية وضد المستضعفين وضد حقوق الإنسان نعم. وكذلك التهميش من حكومات الدول المقيمة لهذه المعسكرات والمستضيفة لهؤلاء اللاجئين وأما العتب الأكبر فهو التهميش والإهمال طبعا الذي يلقى هذا الشعب من التنظيمات نعم. السياسية المعارضة بكافة ألوانها وأطيافها خاصة بعد تشكيل المجلس الوطني الذي من المفترض أنه منوط بحماية وتأمين بعض الحياة الكريمة لهؤلاء هنا أناشد على المستوى الرسمي الذي يعبر عن حال هذا الشعب المكلوم من قيادات الأحزاب السياسية والمجلس الوطني بكامل شرعيته التي يستمدها من أصوات ودعم هؤلاء والإنابة عنهم بتخصيص نعم. جزء ولو يسير من ميزانياتهم للدعم المادي المباشر نعم للمعسكرات نعم وكفل الحمايه الكامله لهم حتى تكف عنهم ايادي ما يتخطفونهم في وضح النهار من عصابات الجار بالبشر نعم الرق المستحدث كما تعلمين اختي كما اناشد الشخصيات الاريتريه البارزه من ميسوري الحال واثرياء الامه الاريتريه القادرين على المدد بان يمارسوا دورهم الفعلي في تخفيف حجم المعاناه في نعم. المعسكرات الإيرتريه ولا شك طبعا ان الكثيرين يفعلون اختي نعم. يقدمون دعمهم بطرقهم الخاصه التي يفضلونها الا انني تحضرني هنا بعض اسماء الشخصيات ورجال الاعمال الذين احسبهم نعم. يستطيعون الربط على كتف الماساه واحتواء يتم المساكين والوقوف على حجم الوجع والماساه التي نراها في تلك المعسكرات اذكر من هذه الامثال الاسماء واستجديهم نداء خاص نعم. وان شاء الله سيكون لنا تواصل معهم السيد الأستاذ محمد حسين هندي أيوه. السيد الأستاذ الأخ محمد شيخ عمر والسيد محمود أدحنة نرجو منكم المساهمة في رفع البؤس وكامل الوضع المأساوي في تلك المعسكرات كما أنني أنوه إلى أن جميع أبناء الوطن الأخيار المقيمين في دول الخليج والمشرق نعم. الغربي منوطين بالمساهمة كل على قدره ونشكر نعم. لأهل ملبورن أيوه. تحديدا أفعين مبادراتهم الإنسانية نعم. سياسيا واجتماعيا خاصة نعم. مفاجأتهم الكبيرة لإيثار العام الماضي عند تبرعهم بمبلغ 30,000 دولار نقدا نعم. ما شاء الله ولكن طيب. العام الماضي وقت في رمضان لكن ربما لسبب ما أو لآخر نعم. لم تصل إلى حساب إيثار حتى الآن نعم. ونحن نظن بأهلنا احنا دائما استاذة حنان نتمنى ان تصل مناشدتك ورسالتك الى كل من يستمع اليك ونشكرك ايضا على مناشداتك في الفيسبوك بمشاركات لتغطية افطار شهر رمضان المبارك القادم في كاملا في هذه المعسكرات اللاجئين شكرا لك وجزاك الله خير الان راح نشارك ايضا معنا رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية الرعاية الاجتماعية المسؤول المشاريع الخيرية الأستاذ سليمان محمد علي مسؤول المشاريع الخيرية أستاذ سليمان محمد علي مرحبا بك يا أستاذ سليمان السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سليمان يسعدنا وجودك يعني مشاركتك معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج والموضوع جدا مهم يخص اللاجئين يعني نريد أن نسألك ما هي مشاريعكم الخيرية التي تقومون بها عرفنا عليها
طيب بسم الله. اولا احب ان اشكر قناه الحوار لاتاحتها هذه المساحه لمناقشه القضايا الاريتريه المختلفه عبر برنامجها ملفات اريتريا. كما لا يفوتنا اشكر كل الاعلاميين والناشطين الذين يحاولون عكس معاناه اللاجئين للمجتمع الدولي. نعم. و لاخواننا في منظمه ايثار للاغاثه على راسها الاستاذ سلطان عمر. نعم. الهيئة الخيرية لها عدة مشاريع في تحاول ترفع معاناة اللاجئين بصفة عامة وكل المناطق المتأثرة بالنزوح والكوارث. يمكن من أهم المناشط التي تقدمها لهذه المناطق بالذات في التعليم هي عندها عدة مشاريع من كفالة أيتام و تقديم المساعدات للأسر الفقيرة وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع المنتجة أو تستطيع أن تقول مشاريع وسائل الإنتاج، توفير وسائل الإنتاج لرفع المعاناة عن هؤلاء المتضررين. نعم. طيب أستاذ سليمان، يعني أعطينا فكرة أكثر واضحة، يعني أهم المشاريع التي قمت بها وأهم الاحتياجات أيضا التي يحتاجها اللاجئون هناك أو اللاجئين هناك. نعم الاحتياجات قد تكون كثيرة وأكثر، لكن نحن نحاول أن على الأقل أن نوفر ما نستطيعه، ولنا مشاريع مثلا بالشراكة مع منظمة إيثار للإغاثة. أيوة. عندنا مشروع توفير المياه. نعم. بالتعاون مع منظمة إيثار حاولنا أن نحفر بئر أو وفرنا مياه في معسكر مقرقور. أيوة. هو بئر الرحمة تم افتتاحه في 30 نوفمبر. نعم. 2012 وفي 30 نوفمبر 2013. نعم. في 30 نوفمبر 2011 افتتحنا بئر الرحمة. نعم. وفي 30 نوفمبر 2012. طيب أستاذ سليمان، يعني عفوا سأقاطعك هنا، يعني بئر الرحمة يعني هو الإنجاز الذي قدم، ولكن يعني ما هي الإنجازات القادمة يعني كبئر؟ هل سيتم الاحتياجات أو الإنجازات التي سوف تقومون بها في بقية المعسكرات كبئر الرحمة وغيرها؟ نعم، هذه ذكرتها كمثال مثلا. نعم. إنجزت، والآن نحن نحاول إن شاء الله برضو بنفس الطريقة نحاول نفتح مدارس. إذا نحن تناولنا مثلا الوضع التعليمي في مناطق اللاجئين. نعم. تجد معاناة لا توصف، فتجد الطالب من الصف الأول لا يجد الإجلاف. نعم. تجد المدارس الموجودة في مناطق اللاجئين هي أقل من السعة الاستيعابية للطلاب، فتبدأ المعاناة من عدم دخول الطالب المدرسة ابتداء، وإذا دخل المدرسة فلا يجد المدرسة الثانوية التي سينتقل لها، بالتالي سيكون فاقدا تربويا. نعم. هذه احدى المشاريع التي تفكر فيها الهيئه الخيريه حتى تحل جزءا من المشاكل التعليميه. نعم. وتقلل من الفاقد التربوي في هذه المناطق. طيب يعني استاذ سليمان، نريد ان الان العالم يسمع، الشعب الاريتري يسمع بهذه الاحتياجات حتى يقوم ايضا بالمساعده والدعم المادي، يعني حتى لا تكون قاصره فقط على ايثار والهيئه الخيريه. يعني جزاكم الله خير، انتم تقومون بانجازات عديده انتم وايثار، ولكن يعني اعطينا الاحتياجات بشكل مباشر حتى يستمع الناس لها ويقومون ويبادرون. نعم، مثلا ذكرت لك ان المدارس هي احدى المشاكل التي تواجه المجتمع، واذا نظرنا الى المناطق اللاجئين تجد لا توجد في اكثر من 40 سنه لا توجد فيها مدرسه ثانويه واحده في كل المناطق. فمثلا توجد منطقه مدرسه ثانويه واحده في مشلطه، هذه المدرسه فيها ثلاثه فصول يدرسون البنات والاولاد فصل واحد، بالرغم ان هذه المرحله هي مرحله حساسه بالنسبه. نعم. لعمر الطلاب الذين يدخلون الثانويه. نعم. هذه احدى المعاناة التي نقول للمجتمع الاريتري بصفه عامه وللمجتمع الدولي. طيب. ان هذه المعاناة يجب حلها، ومن هنا أناشد كل الخيرين من أبناء. طيب. هذا الشعب أن يسعوا لحل هذه المشاكل. مدرسة ثانوية في كل المناطق، لا توجد مدرسة ثانوية في المنطقة. إذا طالب انتقل من الصف الثامن، إذا أتيحت له الفرصة ووصل الصف الثامن لا يدري أين يذهب. فهذه من المشاكل الملحة التي يجب أن ينتبه لها كل الشعب. طيب. ويحاول حلها.
طيب أستاذ سليمان، وصلت الرسالة، نتمنى الجميع أن يستمع ويستوعب ويقدم ويبادر من هذه اللحظة. أستاذ سلطان صار مشارك معنا المتصلين، نأخذ مريم من السعودية. مريم تفضلي. مريم أهلا وسهلا تفضلي. سامة. عليكم السلام. السعودية. أهلا وسهلا بك يا مريم تفضلي. ألو. إحنا سامعينك تفضلي يا مريم. أم أسامة معك. عفوا أم أسامة. طيب يا أم أسامة عفوا تفضلي يا أم أسامة. حياك الله. حياك الله أهلا وسهلا. أنا أختري ما أشكرك طبعا على البرامج القيمة اللي بتقدميها، وأشكر ضيفك الكريم سلطان عمر وكل إخواني العاملين في مؤسسة إيثار. أهلا وسهلا أختي. أنا بحكم أني مقيمة إريترية مقيمة في السعودية، اسمحي لي أوجه خطابي أو ندائي لكل الإريتريين المقيمين في السعودية. تفضلي. لأنه فعلا مآسي اللي بنسمعها في لإخواننا اللاجئين في السودان أو كان في اليمن، في جهل هنا في السعودية لكثير من الإريتريين عن هذه المآسي ما بيعرفوها. نعم. إما يكون يعني في جهل أو حتى إذا عرفوا إهمال أو نسيان، إلا من رحم ربي، يعني قليل من سمع عن هذه المآسي. نعم. فأنا يعني أناشد كل الإريتريين المقيمين في السعودية أن يقوموا بعملية توعية. نعم. إنه في قضية لهم لاجئين مآسيهم، يعني ما كانت حتوصل لهذه المآسي. نعم. إلا بسببنا كما ذكرتي ذكر الأخ سلطان إنه هو إهمال مننا فعلا إحنا كإريتريين. نعم. وإحنا كإريتريين عرضنا ما كان وصل الحال لهذا السوء يعني. نعم. فمطلوب طبعا التوعية. نعم. مطلوب التوعية. نعم. من بعدها أنا أثق في شعبي كإريتري إنه حيتحرك إن شاء الله كان مادياً. أم أسامة شكرا لهذه المناشدة. إذن المطلوب التوعية والمبادرة. شكرا أم أسامة. نأخذ مريم. مريم. مريم مرحبا تفضلي. أيوة أنا أكمل مداخلة الأخت التي سبقتني. تفضلي كملي. نعم. بالنسبة للإغاثة للإريتريين. أيوة. اللاجئين الإريتريين هي حالة فريدة. نعم. تتميز عن كل اللاجئين إنه احتياجاتهم يعني أساسية جدا. نعم. يعني للأسف نحن كما ذكرت لم نكن نعرف عنهم شيء إلا عندما زارتنا أخت هنا في جدة. أيوة. الأخوات اللواتي يقمن بإغاثة اللاجئين في مناطق اللجوء هناك. نعم. نعم. وشرحت لنا الأوضاع، يعني من المأساة إنه الأطفال لا يجدون الحليب. نعم. يعني نسمع إحنا الآن كثير من الملاجئ يسعون لتوفير الحليب، لكن يعني وإن كانت هذه من الأساسيات الأطفال، لكن نعم. اللاجئين الإريتريين حتى يعني هذا ليس لم يعد من متطلباتهم، حتى يعني أصبح الحليب بالنسبة لهم للأسف رفاهية. للأسف يا بالنسبة لهم رفاهية. نعم. لكن نعم. أهم ما لفت نظري مما قصته علينا الأخت أنه بعض الأسر التي لديها إغاثة. نعم. من مواد إغاثية بسيطة مثل الذرة والعدس وأشباهه، قد تحصل يعني السيدة على حصتها بما يقارب كيلوغرام تقريبا لمدة شهر، ومع ذلك تقوم هذه السيدة بالتصدق من نصيبها هذا بمقدار فنجان إلى مركز الأخوات من الاتحاد الإسلامي للمرأة الإريترية أو منظمة التنمية النسوية. فلو يعني تصدقت ما يقارب 500 امرأة بفنجان من العدس أو بفنجان من الذرة يصبح لديهم كمية كافية. طيب. يعني نوعا ما كمية. يمكن يقوم المركز بنقلها إلى معسكرات اللاجئين. نعم. الأخرى التي هذه فكرة جيدة ونتمنى بصدقة فنجان. نعم. نعم. فما بالك نحن الذين في الخليج. نعم. يعني إذا كانت هي في هذا الوضع المأساوي لا تبخل بفنجان، حتى أن إحدى السيدات يعني قيل لها لا يمكن، يعني
لا داعي لهذه الصدقة الفنجان لشدة معرفة المسؤولة بحاجتها. قالت لها لا داعي للأسف. قالت للأسف المرأة كيف أم أسامة يعني سوف اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. فأنا طيب. أحب أن أتصدق في هذا الفنجان. مريم نعم. يعني شكرا لهذه المداخلة لضيق الوقت. يعني شكرا لهذه المعلومات أيضا. ونتمنى فعلا أن هذه يعني تهز قلوب ومشاعر الإريتريين. نأخذ يونس من السودان. يونس السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يونس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء معكم، وأشكر قناة الحوار والأخ المدير التنفيذي لإيثار أخونا سلطان عمر. ويعني الكلام متناثر في كل الاتجاهات وكثيرين قالوا، لكن أريد أن ألخص القضايا الهامة الموجودة الآن في الساحة، خاصة في وسط اللاجئين الأريتريين في شرق السودان. اللجوء قديم ومخيمات مقسمة على ثلاثة أقسام. مخيمات ألغيت تماما ورحلت ولم يوجد فيها أحد. ومخيمات حولت إلى قرى سودانية وليست هي قرى سودانية بالخدمات ولا بالتعليم. ما لا زالت كما كانت هي مخيمات، انتفت عنها صفة اللجوء وأصبحت هي قرى نائية محصورة في مواقع للاجئين سابقا حدث. ومخيمات لاجئين لا زالت تتمتع بصفة اللجوء من الناحية القانونية، ولكنها لا تتلقى أي دعم من أي جهة. أصبحت هي يعني تنتظر مساعدات قليلة تقوم بها، مثل الهيئة الخيرية الإسلامية للرعاية الاجتماعية، مثل الفجر، مثل الإحسان، مثل إيثار، جمعيات صغيرة يعني ليست لها إمكانيات بحيث أنها تستطيع أن تغطي كافة التكاليف الموجودة والاحتياجات. نعم. الاحتياجات تتلخص في الجانب التعليمي وفي الجانب الصحي وفي الجانب الإغاثي. هناك مشكلة لم يطرقها أحد الآن، هناك لاجئين من الطلاب الأريتريين من داخل أريتريا جسلوا بكميات عديدة ولهم مشاكل كبيرة جدا. المشكلة الأولى، ليست هناك فرصة لمقارنة الشهادة ومعادلتها مع الشهادة السودانية إذا انتقل من صف معين حتى يلتحق بمدرسة سودانية. النقطة الثانية، ليست لهم مواقع يسكنوا فيها وليست هناك إعاشة. هناك في الخرطوم الآن يمكن عدد من السكنات للطلاب الأريتريين القادمين من داخل أريتريا. نعم. يلتحقوا بصورة أو أخرى بالجامعات السودانية أو بالمدارس بتاعت كومبوني، لكن هناك مشكلة في قضية السكن، في قضية الإعاشة، في قضية الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى الطلاب الذين ينتقلون من مناطق اللاجئين إلى الخرطوم للدراسة أو إلى المدن الأخرى. يعني يمكن يكون طالب ملتحق متفوق يعني في شهادة عنده 95% وملتحق بكلية الطب وكلية الهندسة، ممكن يقطع الدراسة لأنه لا يستطيع أن يواصل، لأنه أمامه مشكلة الرسوم. طيب. مشكلة أخ يونس. مشكلة نعم التلع. عفوا أخ يونس، يعني أنا رح أضطر أني أستوقفك، لكن نشكرك على أنك أعطيتنا صورة دقيقة على مسيرة هذا الوضع المأساوي في داخل معسكرات اللاجئين، وأيضا على وضع الطلاب الجدد الذين يأتون. يعني مشاهدينا الكرام، إحنا رح نعتذر يعني لعدم أخذ اتصالاتكم وكلماتكم لضيق الوقت للأسف. وأبو سلمان، أستاذ سلطان عمر، لديه الكثير ليقال في هذه الدقائق الأخيرة، اسمحوا لنا. يعني أستاذ سلطان، يعني للأسف يعني مآسي عديدة. أنا ممكن ولم نتطرق فقط بس يعني مخيم خوخة، أيضا خوخة في الحديدة ينتظر الكثير من المنظمات الإغاثية الخيرية، وهو يعيش أيضا وضع صعب جدا، وخصوصا الصحي المتردي جدا هناك. وللأسف فقدنا الاتصال ولم نستطيع أن نتواصل معهم. قد يجزي كلنا ملف آخر بهذا الصدد. يعني عودة لهذه الإحصائيات السريعة التي سجلت هنا في سنة 2012، يعني الأرقام، عدد المعسكرات بأرقامها المؤلمة، من عبودة، عوض، شجراب، أم قرقور، وتشريفة، القربة، غيرها، المسجلين بالمعسكرات المقفولة 17,000، جملة عدد اللاجئين 108,298 الذين يتلقون الدعم، فقط 20%، جملة عدد التلاميذ بالمدارس 12,000 إلى يعني
أعداد عجيبة ومهولة. التعليم الثانوي، الفجوات التي تحتاج للتعامل معها في المجال التعليم الثانوي كما ذكروا الأخوة، الوضع الصحي المتردي، سوء التغذية الحاد، 17% 2% إلى 5% معدل وفيات الأمهات، يعني معدل وفيات الأطفال، يعني المستشفيات، الحوامل، الرضع، غيرها وغيرها وغيرها. طبعا المعاناة، كيف لنا الآن يمكن تخفيف هذه المعاناة؟ أنا ممكن أدخل على شيء عملي على أساس نخرج بالنتيجة. نعم. معاناة كبيرة، أقل من دقيقة للأسف، حلقة ما تغطي لك شيء للأسف. لكن أنا أقول في شيء عملي بيعملوه مثلا مجموعة من أخواتنا في مكة، جزاهم الله خير، أمهات ربات البيت. نعم. ولكن يؤثروا على أنفسهم بتجمع، أنا أعتبره مبلغ كبير. نعم. كل شهر يجتمعوا فيما بعد، كل وسط تتبرع بعشر ريال مع 20 ريال، يجمعوا يبعطوا إلى شيء جميل. إذا كل واحد شارك بالقليل. نعم. اللي عنده. نعم. بدون أدنى شك نحن سنسل في تغيير المعاناة جذريا. فلذلك أنا أهيب صراحة. نعم. أهيب المحسنين، أهيب إخواننا من الأرتين الدعاء. نعم. من رجال الأعمال. نعم. اللي. نعم. عندهم إمكانيات في تغيير المعاناة هذه أن تتحرك قلوبهم ومشاعرهم. لكن الـ 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 وكذلك صراحة المنظمات التي دعمتنا وأعانتنا كثر الخير هم مشكورين. لكن يا أستاذ ريم، هذه منظمات خاصة في دول الخليج تحتاج تروح تزور المعاناة تشوفها، ليس من رأى كمن سمع. معاناة بتاعتنا عند المؤسسات الدول الخليج، حتى في أي مؤسسة هم يسمعونها بأذنهم. نعم. نحن نحتاج أن يروح يشاهد هذه المعاناة حتى يعرفوا قدر المعاناة الموجودة. نعم. فيها. فصراحة من زيارتي الأخيرة للريادة العام الماضي أختي ريم، نعم، كان من الثمرات الطيبة، قابلت فيها مؤسسات كثيرة. نعم. يبدو الزمن ما يسمح لي لك أحصيها، لكن على رأس المؤسسة كانت زيارتي مع هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة قرب الرياض، جزاهم الله خير، أحسن استقبالنا. والآن وعدوا إن شاء الله تعالى أن يهيئوا دورات علمية شرعية مكثفة لهذه المعسكرات أو مراكز تحفيظ القرآن الكريم. عبر هذا أنا أبشرهم بإذن الله عز وجل سيقومون بحملة التوعية والإدارة ودعمهم لهذه المراكز إن شاء الله تعالى. والمشروع هذا سيبدأ في شهر القرآن، في شهر الكريم بمشاريع في شهر رمضان. طيب. منظمات التي شاركتنا كثيرة وعديدة. في ثواني. أناشد مناشدة. كل. نعم. من له قلب، بادئا بالإريتريين. نعم. وكل من له قلب من المسلمين والنصارى من الإريتريين عامة. نعم. ومن المسلمين عامة في جنوب الغرب، أن لا ينسوا هذا الشعب الذي يواجه معاناة ما لها مثيل. نعم. إذا نحن تجاوزنا جانب السياسي للسياسيين، أنا أناشد الإنسانيين إنسانيتهم بإسلامهم بدينهم وبعقائدهم، يا أخي بأرواح التي هي بين أجوافهم بين أبنائهم الذين يعيشون فيهم، أن يتأملوا بهذا الشعب الذي يموت كل يوم. نريد أن نوفر لهم لقمة العيش. نعم. ليس أكثر ولا أقل إن شاء الله. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. صدق رسول الله. ومشاهدينا الكرام، للأسف الوقت انتهى. ملف اليوم كان إريتريا، اللاجئون في السودان واليمن، كفاح من أجل البقاء. نتمنى هذه المناشدة من الجميع أن تلامس قلوبكم وأن تبادروا للعمل الخيري والتطوع، وأيضا إلى دعم كل المنظمات الخيرية، إيثار والرحمة وغيرها في اليمن والسودان. مني ومن فريق العمل أجمل تحية نتمناها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.